السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، مرحبا بكم في قناه ام انتصار. ان شاء الله شارك معكم واحد الطريزه ديال واحد الجلابه. هادو كمام رشمتهم رشمه راضي، جا حطيت لكم رشمه ديال هاد ديال الطرز الرباطي بليد. دابا غنشارك معكم هاد الوريدات كيفاش كيتخدموا. ديجا رشمتهم، الحرير ديالنا هو مبروم على 4 الشعرات، اللوينات هما باش غنخدمهم. هادو هذا تنزير به المرمى، شريته صغير ورقيق من سميتو، كنزير به المرمى باش كتولي لينا هاد المرمى مزيره مزيان. ملي كنخدمو كتولي لينا مزيره باش يجي الطرز مزيان. غنبدا معاكم ان شاء الله في الوريضه، ديما نبداو من التحت، نديرو هادي الخريصة من التحت، هاهي البنات المبتدئات تبعو معايا بشوية، راه كيجي ساهل ماشي صعيب بزاف، ميم طو كيجي كيحمق ديال الرباط بليد، راه ماشي هو ديال الماكينه، راه كلشي الناس كتعرف الرباط بليد كيفاش كيجي في الخدمه، في كلشي كيجي كيحمق. راني حطيت واحد المخاد خدمتهم لي ناب حتى هما كيتخدموا، ايوا جلال بوتكاشط راه بزاف خدمنا منهم بزاف، مازال بحال هاد المخاد وداكشي كيجيو الناس غاليين بزاف، يعني قلال اللي كيطلبوهم اللي كنخدموهم ليهم، قلال الخدمه ديالهم غاليه بزاف، ماشي بحال الجلالبو القفاط الحين لحقاش كتكون فيهم رشيمه صغيره ماشي كبيره، ولكن كيجي زوين. شوفوا راه ساهل، ها على صبعي من التحت، الصبع باش كنشد، ها واحد الصبع ديما هاد الصبع لتحت باش كنخشي البرا كنرجعها، كنخشي البرا هاد الصبع اللي لتحت كيرجعها، هذا كيخشي البرا، وهذاك الصبع ديما ما كنحيدوش من التحت باش كيعاوننا في الخدمه. وشوفوا كيفاش كتجي بومبيه وكتجي مزيانه، شوفوا كيفاش كتجي، ملي كتكون شي عقيده ولا سميتو عاد باش نجبد هاد اليد، هاد اليد ها هي ديما كتكون لتحت، تحت من المرمى كتكون، هاد الوريده تنبقاو عليها هكا تنكملوها كامله. راه هنا فايت شرحت لكم هاد الدوره هادي، ها كنبقاو غريزه على غريزه، هاد الغريزه هادي ديال هنا شوفوا ديال هنا راه كندير فيها 4 المرات حتى 5 المرات حتى 6 المرات، وهنا ديما تنتحركوا بشويه واحد شويه ديما، لحقاش عندنا هنا كبير هاد الدوره هذه ديال الورده كبيره وهاد الدوره صغيره، علاش كنضربوا 6 المرات 5 المرات في البلاصه، وهنا كنتبقاو نتحركوا باش تجينا ملي غادي نجي ندور هنا تجيني الورده هي هذيك. هاد الورده انا شرحت لكم شنو غندير لكم دابا الورده الصغيره، نبدا لكم في الورده الصغيره، الورده الصغيره عاوتاني كنبدا من هنايا، ها ندير هاد العديده هادي، لحقاش هي غنخدمها بواحد الطريقه اخرى. ملي كنبغي نمشي هنايا ها كندور واحد حبيكات جوج
ثلاثة، هما ثلاثة ونخشي هنا. شفتوا كيفاش كتجي؟ تعقد ليا، شفتوها كيفاش كتجي؟ كنعقدها كندير ليها بحال الحبيبات. ونبقاو دقة حدا ختها، أو بحال هكاك دقة حدا ختها، جوج ثلاثة، ونبقى بالحبيبات هكا. كتجي هاد الوردة أخرى، هكا كتجي. بقاو ديما نديرو هاد الحبيبات ثلاثة ونخشيو هنا، ونبقاو غاديين هكاك باش كنبدلو الشكل ديال الوردة. هي هادي نبقاو عليها كاملة تنكملوها، بقاو معايا تنكمل. عندي لكم واحد الشكل اخر ديال الوردة واحدة اخرى. انا كملت هاد اللي كتبت معاكم، وكملت هاد الصفرة اللي كملت درت معاكم. انا نوريكم الحبيبات دابا، ونوريكم هاد العريشات. وهاد سميتو راه كنت وريتها لكم، هاد الوريضة اللي كندور جوج مرات ثلاثة المرات، وكنبقى نخدم بحال هكايا. نبقاو نديرو يدينا ونزيرو باش كيجيونا هادوك الحبيبات في الوردة. دور وحدة جوج ثلاثة، ونخشي حدا هذا السطر الاول، تجيني وحده حده حده وحده، ما نفرقوش بزاف باش كتجينا الورده مزيانه. ها هي الخدمه، ما لقيتش كيفاش نوريكم مزيان. واش كنقول لكم؟ تنقول لكم هاد البليصه هادي ها ديما صغيره، وهاد البليصه دايره. راه كندير ثلاثه الغرزات، سته خمسه، كل مره وعلى حساب الدوره. كتكون الدوره طويله للفوق، راه كندير حتى ل حتى سته حتى ل. دابا غندير معكم هاد الغرزات الفرنسيه الحبيبات، كنقول لهم الحبيبات، تيتسماو غرزه فرنسيه. كندير ربعه د الدورات باش كتجيني غليظه شي شويه، وكنبقاو نجبدو من تحت. هذه هي الغرزه الفرنسيه، واحدة جوج ثلاثة أربعة، وكنبقاو نستمرو بحال هكايا ها حتى تنعمرو هاد الوسط ديال الوردة. أنا درت معاكم، أنا درتها هنايا هي باش نوريكم كيفاش تخدمو. وحدة جوج ثلاثة أربعة، كنجيو ماشي نفس البلاصة حداها باش ما تخرجش لينا، لحقاش إلا خشيناها في البلاصة ديال اللي خرجنا منها البرا غتخرج لينا الغرزة. وكنكون مستمرين هكا حتى تنكملو الوردة كاملة ترجع لينا بحال هادي. هاهي اللي صورت معكم دابا. غندير معكم العريش ديال البريد. الناس اللي ما تفرجوش في الفيديوهات الاولين هانتوما يا تزرع زوين، تجبدو هادشي راه تعلمو مزيان بلا ما تمشيو شي تكوين او شي حاجه. الناس اللي العائلات اللي غا في الدار، والبنات اللي ما اللي في البوادي هانتوما يا راه تعلموا مزيان. راه كنبسط التعلم مزيان. شوفوا كيفاش زقيت الخيط هنايا ها، وانا غنمشي لهنا الفوق هو الاول، وكنرجع لنفس البلاصه نفس البلاصه هاي نفس البلاصه فين كان عندي الخيط. كنمشي هنا ونرجع من التحت ونرجع لنفس البلاصه. وهذا اللي رجع بلاتي
لكم مزيان، كنتمنى يكون واضح باين. هاد ها هو جبت البره من هنايا، ها ها هو الخيط ديالي، هذا هو اللي هذا هو اللي غادير به البريد. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وحنا ماشي دائما غنديرو ثمانية تسعود اللي درت عشرة، كنشوف على حساب المسافة اللي عندي، المسافة اللي عندي ديال البريد. واش عندي مسافة غتقدني ديك باش تجيني هكا ما تجينيش مبوقة، هذيك البريد ما يجينيش مبوق، خصو يجيني مبسط مع الثوب، يجيني ميت مع الثوب، ما يجينيش طالع ولا خاوي ولا، خصو يجيني مقاد. انا غنرجع تاني لنفس البلاصة وندير عاوتاني، درنا تسعود، واحد جوج ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعود، يعني دايما غنبقى في التسعود، ولكن البلاصة ملي كندير بحال هكا على، شوفو شوفو يديا وصبعي هكا، هذا كنبرم بيه وهذا كنجبد بيه، اليمن كنجبد بيه واليسار كنخشي صبعي هنايا، هو هذا الصبع الكبير كنبقى ندور به باش كيجيني مقاد. شوفوا كيفاش كيجيني البريد، شفتوا؟ شوفوا هادو اللي مخدومين كيفاش كيجيو. تنجي حداها الفوق باش كتجيني، باش كيجيني العريش، شوفوا باش كيجيني العريش بحال هكا، ديما كنجي لهاد البلاصه هادي، ها شوف شحال باش كنتفوز، ديما كنطلع داك شويه 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 حتى نكمل حتى لهنايا. انا غنجي هنا عاوتاني تنرجع لنفس البلاصه وندور تاني، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، اليمن كنجبد به البرا واليسر كنبقى نخش ندير الصبع، الصبع واحد كنخشيه في ديك سميتو الباب الحرير، والصبع الاخر كنبرم به حتى تنقاد تيتبسط مزيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا، وصلتكم الشرح، وصلكم بطريقه مزيانه وفاهمين مزيان هادشي اللي كنتمنى، كلشي تعلم مزيان. وما تنساونيش تدعموني ودعموني بلايكات ديالكم واشتراك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا بزاف، شكرا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. والطرز راه هو هذا، راه غير ديروا هذا الشرح هذا اللي تبعوه راه غتعلموا ان شاء الله، والسلام عليكم.